السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة واليوم الرابع من رحلة اليوم الرابع والأخير من رحلة ولاية فلوريدا مدينة ميامي. طبعا هذا إن شاء الله هيك بتكون خلصت هذا اليوم الأخير والرابع من رحلة ولاية فلوريدا مدينة ميامي. طبعا هذه نهاية الرحلة. طبعا خلصت الرحلة وهيك خلصنا، هيك قعدنا يومين، اليوم الأول كان يوم سفر، واليوم الثاني والثالث واليوم الرابع هذا اليوم الأخير هو يوم السفر. إن شاء الله خلصت الرحلة، والواحد صراحة راح يشتاق لمدينة ميامي. يعني مدينة حلوة، وصراحة يعني أكثر مدينة أنا حبيتها، يعني في أكثر حتى ولاية فلوريدا ولاية يعني جميلة، ولاية شوارعها نظيفة ومرتبة. يعني أنا حبيت الولاية، يعني إن شاء الله هرجع تاني ولازم أزورها تاني وأزور مدن تانية غير ميامي، يعني لازم أزور مدن تانية فيها إن شاء الله. بس إن شاء الله بنشوفكم. أنا هلا طالع على المطار، على مطار ميامي الدولي، مطار مدينة ميامي. إن شاء الله بنشوفكم في المطار. وصلت البيت، وصلت البيت في فيرجينيا، طلعت من المطار ووصلت البيت. والآن الحمد لله هيك خلص اليوم الرابع من رحلتي لمدينة ميامي ولاية فلوريدا. طبعا هيك خلصت السلسلة كلها، الرحلة كلها خلصت. طبعا استنوني بفيديوهات جاية ومواضيع تانية إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية حبايبي، راح توحشوني من هنا للفيديو الجاي. يعطيكم ألف عافية ويسعد أوقاتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.